كوني جايب حالين غدا غدا غنمقور غدا غنمقور، ولكن والو شرا الفايده ورتلا والو لا المارشي يشرين هاد البلدان خطاوني سلمان غير غايليه الليران غايلي تنشاي عجبن المارشي وراني تيعدل خدمه زيرتها ما عندنا ايوا صافي فلاي بداو تيدخلو يجرد عليهم المنزل في ديك الدور قطاع الصيد في المغرب تشتغل فيه مجموعة من الأصناف ديال الصيد، كاين ممكن نقسموها لثلاثة أصناف رئيسية، هناك الصيد الساحلي والصيد التقليدي والصيد بأعالي البحار. الصيد التقليدي نقسمه لجوج فئتين، كاين الصيد ديال القوارب وكاين مراكب الخيط. وبالنسبة للصيد الساحلي كذلك ممكن تقسم لقسمين، الصيد الساحلي سردين مراكب السردين والصيد الساحلي جر. وبالنسبة للصيد الأعالي كاين فيه مراكب اللي تصيد الأخطبوط وفيه مراكب اللي تصيد الأربيان وفيه مراكب اللي هي كبيرة اللي تسموها البيلاجيك يعني مراكب التبريد ولا مراكب دافريتمون، هادو تيصيدوا الأصناف ديال لي بتي بيلاجيك. يالله تعالى خويا تمرالي الحمد لله كنفيق مع داك الجوجونس ديالي مع خدمه كنخدم حتى لستة باش تيكون شي بعيني، كنخدم حتى لستة ديال الصباح كنمشي كنعس واحد شويه كنخدم واحد شويه كنقول لك خدمت لديك ستة كنعس واحد شويه حتى لعشرة كنرد عاوتاني البال الفلاك وكنتعاون معاهم عاوتاني كلها توجور كندير و حسب الامراض اللي كتجينا و داكشي حسب البرد حسب الضرر ديال الرجلين اكو شي روماتيز حاجه كتكون فيها البرد راه باينه شي ديال البرد راه كاين و حسب المريض واش كل كيداوي كنداوي راسنا براسنا ما كاين شي صحه و شي حاجه كيشي الدم عند الناس و الحريه الناس كنعيشوا مع البوفريا داك كنتعاون معاه كيعطيني شويه 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 كنجمع شوية كندي الوليد هادو باش هاكا شتي اللي شفنا ودا الخاو وشتي اللي كاين في هاد الأخير هذا و الضرر ديالنا حنا راه عارفة القضية راه الناس كلشي راه هضرو عليها و حنا راه بحالي بحال البحار ها اللي ضرو البحار كنضرنا حتى أنا جايبين شي حاجة كيعطيوني ما جايبين والو راه ما جاتنا والو غنضربو تما راه تنعيو واللي كاين راه كنشوفو
بسم الله. كيبان لي انا ما فيه والو، وقيلا غادي نتحول شي بلاصه اخرى، انا ما فيهش لا حاجه. فينك كرامه؟ واكرمنا الله يكرمك. والي كرامه والي كرامه، واش بدي نعطي وهديك؟ اش بدي لك كرامه؟ مرة خارجين عليه الباركوات اخرين اللي راه عارفين كل شيء، داك الشيء راه عارفينه الناس. ايه كل شيء كيموت. دابا دابا كيستيو هما داك الشيء ديال الانبلاج ويلوحوا داك الشيء، كل شيء كيخبوه. فهمتي كيفاش؟ دابا صبرتو شي حاجه في هذا المعهد الخير هذا الله يعطي الله. ها هو انت صور لي داك الحب اللي لقى فيه مسكين، شحال غادي تجيب ليه الثمن والو؟ اللهم الله يسامحك. ها هو هادشي غطي لك المصاريف ديال النهار ديال وليدك. لا 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 دابا يقدر بهادشي دابا دير فيه 40 درهم 30 درهم، كتحيد التراكتور ب 50 درهم وكتخسر 150 درهم ديال ليسانس. ها حتى لهنا ويلا زدتي له قدام مازال راه تخسر حتى 250 الف فرنك، 250 درهم نهضرو بالدرهم. فهمتي كيفاش؟ هذاك الشيء كله، ولكن اش بيدير؟ هذا الشيء هو، هذه هي المهنه. في اطار هذه السياسه ديال اليوتيس وهذا المخططات كاع اللي تتنزل علينا، الاوضاع الاجتماعيه تتردى بحكم انه حتى تبجح ديال الوزراء انها دارت تغطيه اجتماعيه بالنسبه للصيد القوارب، راه هذاك الشيء هو راه حيث ان معظم المنتوج تيمشي في السوق السوداء سواء على عن طريق بيع الكوطا الى اخره. يعني هذه الاوضاع الاجتماعيه المتاديه غتزاد بحكم انه تفشت السوق السوداء انطلاقا من ديك الكوطا اللي تيقولوا هما داروها لحمايه البحر. اما باش تقعد مع الوقت راه تكمل بالكريدي وصافي، غتكمل بالكريدي. راه قلت لك انت وقت فاش كان الخير، دابا ما بقى والو. راه شوف الفرق بين ديك السعوديه باش نعرف، راه ماشي هاد الشبيك هما اللي قلبنا، راه قلبنا الاخرين ولحناهم، راه هما اللي فاش دابا تقول راه السلعه هادي ديال هاد الشبيك هذاك العام ماشي بحال هاد العام. فهمتي كيفاش؟ 2010 ماشي بحال 2012، 2012 ماشي بحال 2014، 2014 ماشي بحال 2016، 2016 ماشي بحال 2017، وغادي الوقت راه من هنا دابا غير 2020 2022 راه هادشي صافي غيوقف. المهنيين دابا هما هادشي ديال الفريك بعدا صافي راه ميت، لان علاش غتعيا؟ يتسالك مول ليسانس، يتسالك مول التراكتور، يتسالك هادي، يتسالك مول الخيط، يتسالك مول البلوم، يتسالك مول الكرش. وشوف و دابا التغطية الصحية اش غت دابا خصنا نبيعو في المارشي، راه ما كاينش. ها يقولوا لك، قالوا لك كاين التغطية الصحية خصك تبيع في المارشي، ولكن اش بتبيع؟ الاوضاع ديال البحارة في كل هذا الفئات وهذا الاصناف ديال القطاع هي اوضاع متردية، نتيجة طبيعة العمل ونتيجة تأثيرات ديال السياسة ديال الدولة في القطاع اللي اثرت مباشرة على هذه الاوضاع الاجتماعية ديال البحارة، حكما انه القطاع دابا تيتسير بواحد السياسه اقتصاديه اللي هي سياسه ديال مخطط اليوتيس اللي جا يركز يعني ديك الكعكه في يد الاعالي والراسماليين الكبار والشركات المتعدده الجنسيات. اما على مستوى الدخل راه ما تحقق ولو اكثر من ذلك، راه تم التراجع شحال هذه منذ البدايه ديال 2000 راه
الاجور في تراجع مستمر، الحصص ديال الحرف تراجع مستمر بحكم ان وصلت النصف من داك الدخل اللي كان معروف في الاواخر ديال التسعينات. هذا الشيء ديال الفلي، هذا الشيء ديال الحد، دابا كاين نهار ديال حتى 100 درهم 150 درهم الى، وهذيك 150 درهم راه كاينه غير يومين ثلاث ايام، من ما باقي النهار ديال 50 درهم 60 درهم 70 درهم حتى 80 درهم هي اللي كثيره. والمصاريف داك الشيء كاع اللي بعتي كاع يدوا لك المصاريف. المهم هذا الشيء ما بقى فيه ما، والله يا سيدي كون لقيت انا باش نبدل هذه المهنه لا زدت فيها نهار، اقسم ولا اقسم ولا بالله، ولكن ما هذا الشيء هي هذا الشيء. بديت نمشي على الثروه هذه، راه غتاثر اصناف اخرى. اذا قلنا 200 الف تشتغل بشكل مباشر، راه كاينه شي 400 الف، يعني مجموعه 600 الف غتاثر مباشره. خلي على الناس اللي خدامين في الهشاشه واللي خدامين مع القطاع، سواء في البيع ديال الحوت، سواء في الاسواق الى اخره. اذا هذه السياسه اللي غدا بها الدوله غتدمر القطاع وغتدمر الفئات اللي خدام فيه مباشره، كما قلت الفئات اللي غير مباشره خدام فيها تدمر، المهمشين غيتدمروا، والنتيجه شنو هي؟ الحوت تيتصدر لبرا، الناس ما تاكلش في المغرب الحوت، بحكم ان حتى الاحصائيات اللي تعطات انه 12 كيلوغرام ما وصلينهاش المغاربه، يعني مازال ما وصلنا حتى 20 كيلوغرام اللي هو معدل العالمي ديال الاستهلاك الفردي. وملي تنقول الاستهلاك في المغرب راه ما تيتعداش الاستهلاك المواد الرخيصه السري اللي هو حتى 36 درهم في كازا، وهو كدير مباشره مع الخروج من السوق تيولي 10 درهم نتيجه المضاربات. وشكون اللي تيربح في اخر المطاف؟ المضاربين واللي تيصدروا على برا. شي وحدين تيضرونا ما عارفينش مسحقيتو بحال راه حيت علاش تيقتلونا بزاف ديال الكرامان، تيقتلونا بزاف ديال السيبيا بزاف، ماشي شي حاجه قليله، كل يوم كل يوم. المغرب عموما فيه شي تقريبا 600 نوع ديال الحوت. كان واحد المده انه اي واحد يصيف تيمشي يصيد اللي يعجبو، بحال السرديل تيصيدو السرديل، ولكن تيصيدو داك القشريات بحال سمك القرب بحال الازمزه والشرن وكبايله، يعني مجموعه من الاصناف. ولكن مع هذا المخطط ديال اليوتيس دار ما يسمى بسياسه تدبير المصايد، وبدا تيحدد حتى الاصناف اللي ممكن يصيدها الواحد. الله تعالى تبارك وتعالى الله يكتب فيك باسم الله. بسم الله خويا، بسم الله. اش بدير الا ما كديش؟ اش بدير؟ ما عندك ما دير، المهنه هي هذه بحال البيع والشراء، دابا كل واحد والمهنه ديالو ما عنده باش يبدلها، فهمتي كيفاش؟ ايوا المسائل دابا راه هادشي راه كثروا عليه القوانين، دابا قال لك لاسورانس شحال ديال المسائل دابا كاينين، وهادشي ما قدش على داكشي اللي داروا لي، فهمتي كيفاش؟ و ما عندنا ما نديرو. كانت الوقت فاش كانت اللي كان كتكون كرامة كيكون سي بي ا كيكون، ما دابا راه ما بقى والو. انت الا شتي سي بي ا شحال عندنا ديال سي بي ا؟ انت شتي سي بي اللي قاعد يبدا غالي اه. دابا راه ما تشريش في الماشي ما عندكش البادج، كان المارشي كان المارشي مزيان اي واحد غيشري، جيتي انت دابا غتحط غير 1000 درهم عندك غتشري. دابا قال لك لا خص يكون عندك وعلي دير البادج ديالك ودير. المهم هذا الشيء باش ما غادي تي احنا كاع جبدنا الحوت، احنا جايبين الحوت ديناه واحد، علاش حنا ما عندناش المارشي؟ واخا هكذاك عاوتاني بعايله كاين المارشي بعايله ما كاين، يعني حنا مهرسين، حنا مهلوكين، حنا كلينا الدقت بهاك وهاك.
ما كاينش والو تقول شكون باش غتعاونك صبغ على حسابك تصوب شي حاجه على حسابك. كانوا في الاول خرجوا شي ماطر شدوهم خلصوا فيهم 6000 درهم هادو ديال التعاونيه خرجوهم واحد العام صافي لي فاش بدا يلاه بدا المشروع دابا لا تشريه دابا راه هادوك 200 هادوك الماطر ها ليسانس دابا غادي نعاود لك شحال غادي تقتل ديال ليسانس غادي تقتل 15 لتر كون 5 لتر تدير 60 درهم حتى ل 65 درهم وتزيد عليك الكاشتي وتزيد عليك التراكتور شوف واش غايشيط لك واش تغدى بها واش البليه تاعك واش ما شيط لك والو مول الحانوت تيشكي عليك تعطي ديك 400 من حاجه تيتسالك دابا 15000 فرانك 20000 فرانك 30000 فرانك حتى ل 50000 فرانك وحاجه تعطيها لي او تاني تصيد لغت ليه ما صورتي ما جبرتي والو والو شي حاجه باش غتغطى عباد الله ما جبرتيهاش كنجيبو الحوت تيترك له ود اخويا قسما بالله الا نجيب لك الكركرمان بحال هذيك اللي شفنا قبيله غادي نجيبوها لك تدلوان قدام عينك هنا حطوها لك وتشوف ديال كيلو نص كيلو جوج كيلو كاينه لي كرمان علشان وتنبيعوها اخويا 13 ريال و حتى 40 درهم حتى 40 درهم عرفتي الا جايبين الناس دابا جوج فليك غايجيبو جوج كرتونات مقادين غايطيحو الثمن غايطيحو الثمن غايطيحو لينا الثمن لكن الخير كان الله يجيبها الحدود الله يجيبها الحدود والتالي